مونيا بن حيدة، مصممة أزياء من مدينة الدار البيضاء. تدير صناعة تقليدية، أي حاجة بلدية فيها رباطي ديال اليد والمعلم، وصناعة كلها التقليدية الأصيلة. كاين اللي كناخذ لهم أنا الأتواب ديالهم وكنخدمهم، كيتباعوا بخيط أبوغ تي كيكونوا موجودين. كاينين اللي الناس كيجيبوا التوابات ديالهم وكنخدمهم لهم. هاد رمضان هذا الإقبال كاين على اللون باللون، يعني زبق المعلم شي حاجه اللي فيها اللون باللون، على اقبال كبير هذا العام. وكاين اللي كيمونو دي ستيل، حاجات اللي هما ستيل ديالهم رومي، لي ديكوب اللي هما عصريين، هما عليهم الاقبال هذا العام. الالوان الناس كياخذوا الالوان كلهم، هي كلها وشنو كان بالنسبه للسيدات، كلها وشنو كتقدر تجي معاها، كتشوف اللون اللي غادي يواتي هي كتقدر تاخذه، ما كاينش لون معين بالضبط. اللي خارج موضه هذا العام، هذا رمضان هذا، الحويجات اللي هما عصريين كيف قلت لك، بحال لي كيمونو دي تروك لي بالبونطالون، مثلا هكا دي شوميز افيك لي بونطالون شويه فيهم دي توش تراديسيونيل، عليهم اقبال هاد السنه هادي. الاسمنه كتبدا من مثلا 1000 درهم ل 2000 درهم، هادو هما لي بري اللي كاينين. هي الرباطي ديال اليد، الرباطي ديال اليد هي واحد الصناعه اللي قديمه، ماشي شي حاجه اللي هي جديده، وكتصوب باليد، سكيفي كتبان ما بين اليد وما بين لا ماشين، كتبان كاين واحد الفرق كبير ما بيناتهم. وملي كتلعبي في الالوان ديالها وفي الخدمه ديالها وهذا ديالها، كتبان لك كتعطيك واحد بحال كتعطيك واحد الانسبيراسيون كاينه من الطبيعه من لا ناتور. بالنسبه لعيد الفطر الناس كيطلبوا التراديسيونيل كامله عامه، يعني اي حاجه اللي هي تقليديه في عيد الفطر كتكون عليها الطلب. الناس اللي كنعرفهم كنشكرهم لانهم دائما الحمد لله هذا يزيدونا القدام، كأنهم كيعجبهم لي ستيل ديالي كيشكروهم، هذا كنشكرهم بزاف. وبالنسبه للناس اللي هذا يجيو نتمنوا من الله تا هما منين يجيو يعجبهم الحال ويبقاو تا هما معنا.